يتمكن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من الحسم النهائي في الطلب المغربي القاضي بتأجيل الكان بسبب المخاوف من مرض الإيبولا، وطلب أعضاء الكاف إرجاء الحسم في كأس إفريقيا إلى حين الاجتماع بالمسؤولين المغاربة لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وسيكون الاجتماع الذي سيعقده عيسى حياة رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالمسؤولين المغاربة يومه الاثنين حاسما في تحديد الموعد النهائي للكان. وطلب المغرب تأجيل كأس إفريقيا للأمم إلى يونيو القادم أو يناير من سنة 2016، ودافع عن اقتراحاته خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوز القجع بعيسى حياة بالعاصمة الكاميرونية يوندي. وحاول الكاف استطلاع رأي عدد من الدول الإفريقية بشأن تنظيم الكان عوضا عن المغرب، ولكن أغلبها رفض العرض بسبب المخاوف من انتشار وباء الإيبولا. عيسى حياة حل بالمغرب مرفوقا بوفد هام من الكاف، وهو ما يزكي إمكانية الخروج بقرار نهائي مباشرة بعد الاجتماع الذي سيعقده بالمسؤولين المغاربة. والمشهد يستمر.